لو حابين كده تعملوا أكلة جديدة النهاردة فيلا بينا على طول نعمل الأكلة دي. هي عبارة عن أكلة ليبي اسمها بطاطس المبطنة أو المبطنة، مش عارفة هما بيقولوها ايه بالظبط، ولكن لما جربتها عجبتني جدا. من الأكلات كده اللطيفة قوي، كمان سهلة وبسيطة، والمضمون كده حاجة بجد لو حد جربها كده هتعملوها كل يوم، طعمها حلو جدا جدا وسهلة وبسيطة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، ويلا بينا نشوف عملنا ايه. اول حاجة هجهزها وهي البطاطس، وهي الحاجة الرئيسية يعني في الاكلة دي. بتختاروا كده كم واحدة من البطاطس، انا استخدمت 3 حبات من البطاطس يكونوا نوعهم كويس للقلي. بعد ما بقشرها كويس ببدأ اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اول جزء ما بوصلش للاخر وتاني جزء بجيبها للاخر، او في طريقة تانية اسهل للي حابب يعملها كده. اهم حاجة ما تكونش تخينة، تكون بالسمك اللي انا وريته لكم ده بالظبط. وبتبدأوا تفتحوا شريحة البطاطس ما توصلهاش للاخر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالظبط، وبس كده البطاطس بتاعتي هعملها بنفس الطريقة كل الكمية اللي عندي. بعد ما قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هحطها في بولة وهملى عليها مية وهركنها على جنب لحد لما اجهز لها الحشوة. بالنسبة للحشوة بقى فمفيش اسهل من كده. اول حاجة عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة يكون فيها نسبة لحوم ودهون ما تكونش كتير يعني. بعد كده عندي 2 بصلة مفرومة ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، فرومها ناعم جدا. شوية بقدونس مفرومين، معلقتين من البقسماط، صفار بيضة، وملح وفلفل اسود، كمون، بصل باودر، بابريكا، وكركم. طبعا مقدار البهارات على حسب مقدار كمية اللحمة والكمية اللي انتوا عاملينها. بحط كل المكونات دي على بعض. بالنسبة لصفار البيض فهو بيدي فوليوم كده وطعم حلو قوي للحشوة، وكمان معلقتين البقسماط فبيسحبوا اي رطوبة في الحشوة بتاعتي، فالمكونين دول مهمين. بنعجن كل الكلام ده مع بعض وبركنه على جنب. الخطوة التالتة عندي وهي بجهز طبق فيه دقيق، وطبق فيه 2 بيضة برشة من الفلفل الاسود، وطبق اخير بيبقى فيه البقسماط، وده الكفر اللي هنعمله للبطاطس المبطنة. الخطوة دي بقى واحنا هنجيب البطاطس بتاعتنا هنطلعها من المية. انا حطيتها في المية علشان لونها ما يغيرش، ما حطيتش عليها ملح ولا اي حاجة، مية فقط. بطلعها وبنشفها كويس وببدأ اخد من الحشوة بتاعتي واحشيها كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما بقطعش البطاطس بتاعتي، على قد ما بقدر بحشي بالراحة علشان ما تتقطعش معايا، وفي نفس الوقت تفضل كده متماسكة وشكلها حلو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. املوها كده من خلطة اللحمة المفرومة واركنوها على جنب، وهعمل كل الكمية بنفس الطريقة. الموضوع سهل وبسيط جدا جدا، كمان تقدروا تعملوا منها كمية كبيرة وتعينوها في الفريزر زي ما تحبوا، ولكن ما بنحطهاش كده في الفريزر بشكلها ده، هنحطها بعد ما نحط لها الكفر الاخير بتاعها. نيجي بعد كده لاخر خطوة وهي خطوة الكفر بتاع البطاطس بتاعتنا. باخدها الاول في الدقيق، بحط عليها كده يدوب طبقة خفيفة قوي من الدقيق، لو حسيت ان الدقيق كتير فيها بديها خبطتين كده بس انزل الدقيق الزيادة، وبعدين على البيض وعلى طول على البقسماط بالشوكة كده، وبصفيها شوية من البيض، وبعدين على البقسماط بحط عليها كمية البقسماط وبغلفها كويس من كل الاتجاهات، وعلى طول بتبقى جاهزة عندي، وده الشكل النهائي ليها، وهعمل باقي الكمية بنفس الطريقة. بعد ما غلفت كل البطاطس بتاعتي هنا بقى بحب احطها في الفريزر كده من 10 دقايق لربع ساعة لحد لما الكفر بتاعي يتماسك عليها كويس قبل ما ندخل على مرحلة القلي، والمرحلة دي تقدروا تخزنوها كده في الفريزر بنفس الشكل ده. بالنسبة بقى للقلي فانا الزيت بتاعي بيكون سخن كويس جدا، بدأ يسخن كويس، وبنزل بكمية البطاطس. ما بحطش كمية كبيرة من البطاطس، ممكن 4 وحدات او 3 على قد ما كمية الزيت تاخد، وبهدي عليها النار، يعني النار تكون متوسطة اقرب للهادية علشان ما تاخدش لون على طول معايا من برة، واللحمة والبطاطس نفسها ما تكونش استوت، لان البطاطس بتاعتي نية كمان اللحمة نية، فمحتاجين وقت شوية في الزيت علشان تستوي كويس معايا.
بعد ما هدينا النار بنقلبها على الجهتين لحد لما تدينا اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. في الوقت ده بتأكد ان هي استوت وبطلعها على مناديل تصفي كمية الزيت اللي فيها، وبحب بعد ما تطلع كده ارش عليها رشة صغيرة قوي من الملح، بيديها طعم حلو من بره كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبكده البطاطس المبطنة بتاعتي بتكون جاهزة، وعلى طول قدموها وبألف هنا وشفا. تقدروا كده تعملوها على السفرة في العزومات يعني كنوع كده من الأكل، أو تقدموها مع مكرونة عيش رز زي ما تحبوا تاكلوها كلوها. هي وصفة سهلة وبسيطة، والمجمل كده طعمها بجد تحفة قوي. اللي هيجربها مرة هيعملها على طول وهيعتمدها كده كوصفة أساسية عنده في البيت. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى انه يكون مفيد بالنسبة لكم. كمان اتمنى ان انتوا تجربوا الاكلة دي، حلوة جدا وطعمها حلو وسهلة وبسيطة. لو جربتوها كده هتعجبكم وهتعتمدوها زي ما قلت لكم بالظبط. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، ولو حابين تشتركوا في القناة انزلوا حالا واشتركوا وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وباي باي، مع السلامة، اشوفكم فيديوهات كتير جاية. باي باي.